السلام عليكم. في سؤال بيسأل، وده سؤال في انترفيو، لو عندنا حيطة ازاي نقدر نعدل فيها وهكذا. طيب خلينا بكل بساطة نلغي السكشن بوكس دوت ونشوف أي حيطة ونبدأ إن احنا نعدل فيها. الموضوع سهل وبسيط، مفيهوش مشاكل إن شاء الله. هنمسك مثلا حائط زي دوت. مجرد إن أنت تمسك هتلاقي عندك حاجة اسمها إيدي بروفايل. الايد البروفايل تقدر ان انت ترسم اي حاجة، اي شكل مغلق جوه ده هيبقى اوبننج، وهنا تقدر ترسم اي حاجة انت عايزها. ممكن مثلا ترسم ارك بالشكل دوت ونقول له اقطع وترم من هنا لهنا ومن هنا لهنا، واقول له اوكي. طيب خلينا نقول له اديت بروفايل، وهرسم ديت هنا بعيد عن الشباك عشان تبدأ تظهر معايا. ظهرت معايا بالشكل ده.